برضو أساسية الجراماتيك، أساسية اختيار من متعدد، بيكون تحت كل سؤال 3 اختيارات A, B و C. برضو هن إيه الإجابة واحدة بس من 3 هي اللي تعتبر إجابة صحيحة. نشوف السؤال الأول بيقول إيه. فراغ نمر 24 فراو مولر في كوما شرايبن زي بيتو نقط أدريسر. أنا لسه ده كله ما شفتش الاختيارات، أفهم الأول الجملة. فراو ميلر وفي كوما، زي ما اتفقنا الكوما عندي في الجملة ليها دلالة، ليها معنى. ايه المعنى هنا؟ لما اجي اسم شخص وفي بعديه كوما، او اسم الشخص جه في اخر الجملة وفي قبليه كوما، ده معناه ان الشخص ده بقى مخاطب. يعني ايه مخاطب؟ يعني شخص قدامي بكلمه، والمخاطب عندي يا اما بخاطبه بالضمير دو لو مفرد بقول له انت او انتي، او بخاطبه بالضمير زي جروس حضرتك لو انا لو الاسم مذكور قبليه كلمه فراو او كلمه هير زي قدامنا كده فراو ميلر وفي كوما، يبقى ايه دي هتساوي الضمير زي جروس، بخاطبها بشكل ايه رسمي. لو اكتر من شخص مثلا ايه عمر ومحمد، يبقى دول هخاطبهم وفي كوما بعدهم هخاطبهم بالضمير بتاع مخاطب الجمع اير انتم. لازم نخلي بالنا من المعنى ده كويس. هنا لما اجي اقول فراو ميولر في كوما، يبقى انا ايه بتكلم معاه بشكل ايه رسمي، هيساوي فراو ميولر تساوي الضمير زي جروس. يا ترى بقول لها ايه بقى؟ شرايبن زي بيتا داين ادريسا ولا اير ادريسا ولا داين ادريسا؟ ده هنا سؤال بيركز على ضمائر الملكيه. يبقى اول حاجه اعملها احدد مين الشخص اللي هيعود عليه ضمير الملكيه ده. فراو ميولر بتساوي الضمير زي جروس. طيب ضمير الملكيه بتاع زي جروس، كل ضمير من ضمائر الشخصيه مرتبط بيه ضمير من ضمائر الملكيه زي ما قلنا قبل كده، ايش ماين دو داين وهكذا. زي جروس تبقى ايه؟ جناو اير، واخرها حرف ايه اللي هنا؟ اير، عشان كلمه ادريس اللي جايه بعديها اداتها دي، صح؟ اير ادريس. السؤال اللي بعد كده زكس اور نقط ماين التن im Flughafen sein. Um 6 Uhr dort meine Eltern im Flughafen sein. يا ترى هقول sollen ولا soll ولا sollt؟ الله، ده هو ده الثلاث اختيارات هم فعل واحد بس الاختلاف في التصريف. يبقى هو بيختبرك دلوقتي في تصريف الفعل sollen. طيب يبقى معنى كده اركز بقى، انا هصرف الفعل مع مين؟ فين الفعل اللي في الجمله؟ هو كلمه meine Eltern. طب كلمة إلترن، فاكرين كان في كلمات بنقول دايما بتستعمل بلورال، جمع، كلمة جمع. يبقى معنى كده كلمة إلترن هتساوي مين في الضمائر هنا الشخصية؟ الجمع، الضمير زي بلورال. هصرف الفعل زولن مع زي بلورال، مع زي الفعل كان متاب اي ان، فاكرين مع فير وزي وزي هنقول زولن. يبقى زكس اور زولن ماين إلترن ام فلوغ هافن زين. يعني بابا وماما المفروض ان هم او ينبغي ان هم يكونوا في المطار الساعة 6 بالظبط. فراغ نمر 26 ماين فاتر فيرت ميت نقط اوبان. اوبان ده مترو الانفاق، يبقى الكلام بيتكلم هنا عن ايه؟ عن وسائل المواصلات. طيب نبص للجملة تاني كده، ماين فاتر فيرت ميت، ده جاب لي حرف الجر كمان، يبقى ناقص هنا ايه؟ ناقص الارتكل. بس قبل ما نبص على الارتكل نبص نفتكر شويه كمان، حرف الجر لما بتكلم على المواصلات بستعمل حرف الجر ميت، وحرف الجر ميت بيجي بعديه الاسم في حاله ايه؟ الحاله الاعرابيه للاسم اللي بعد حرف الجر ميت لازم يكون داتيف. فاكرين داتيف يعني ايه؟ داتيف يعني الارتكل بتاعت الاسم اللي موجود بعد ميت هيكون هيتغير. لو الاداه بتاعت الاسم دير او داس هتتحول تبقى ديم، لو دي بتاعت المفرد المؤنث هتبقى دير، لو دي بتاعت الجمع هتبقى دين. وانا عندي كلمة اوبان اداتها دي مفرد، يبقى على طول هدور على اختيار ايه؟ دين ولا ديم ولا دير؟ اداته دي، يبقى في الداتيف هيبقى على طول ايه؟ دير. جناو دير. ماين فاتر فيرت ميت دير اوبان سور اربايت. بابا بيسافر او بابا بيذهب الى العمل بي المترو، تمام؟ يبقى نخلي بالنا حرف الجر ميت بيجي بعديه الاسم في حاله داتيف. وبرده عشان ايه نسهل لكم الامور شويه، لما نكون بنتكلم عن وسائل المواصلات، احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت كل وسائل المواصلات بيجي قبلها حرف الجر ميت
dem, mit dem Auto, mit dem Taxi, mit dem Bus. إلا كلمة U-Bahn وStraßenbahn. بقول mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn. يبقى لو جالي أي وسيلة مواصلات على طول الإجابة mit dem. إلا إذا كان فيها كلمة Bahn دي. U-Bahn, Straßenbahn. على طول تبقى mit der. أوكي؟ السؤال اللي بعد كده. Frage Nummer 27. في نقط. ده سؤال أهو. في علامة استفهام في الآخر. يبقى هنا المفروض إن السؤال هيبدأ بأداة استفهام. يا ترى هقول woher geht Rami am Wochenende ولا wo geht Rami am Wochenende ولا wohin geht Rami am Wochenende. woher wo wohin. مهم نبقى عارفين معاني أدوات الاستفهام عشان أقدر أستعمل الأداة الصحيحة. طب نبص على الإجابة اللي جايه بعد علامة الاستفهام. أكيد ليها معنى. لو ملهاش أهمية في السؤال ما كانش هيذكرها. أكيد ممكن تعتبر يعني قرينة أو حاجة توصلني للإجابة أو تساعدني أوصل للإجابة. إن دي شتات ميتر. حروف الجر التسعة اللي قلنا عليهم بيجي بعدهم أسماء أماكن منهم حرف الجر إن. حرف الجر إن ده ليه حالة خاصة. إزاي ليه حالة خاصة؟ ليه معنيين. لو جه بعديه اسم المكان في حالة أكوزاتيف زي ما إحنا شايفين قدامنا إن دي شتات ميتر هيديني معنى إلى. إلى وسط البلد. طيب لو جه بعديه الاسم في حالة داتيف هيديني معنى في. لو قلت in der Stadtmitte في وسط البلد. طب هتفرق معايا في حاجة؟ هتفرق طبعا. لو قلت في وسط البلد يبقى على طول هسأل. يبقى لو حد يسألني عن المكان هو انت فين؟ هقول له في وسط البلد. فين يعني فو. يبقى هنا حرف الجر ان. لو جه بعديه اسم في حالة لطيف يبقى هسأل عنه بكلمة ايه؟ كلمة فو. طب لو جه بعديه اسم في حالة اكوزاتيف زي المثال اللي قدامنا ده. في حالة اكوزاتيف يبقى ان معناها الى. إلى يبقى إيه؟ يبقى على طول هسأل ب آيات استفهام تديني معنى إلى أين؟ إلى أين اللي هي إيه بقى؟ زير جود كلمة فوهين. فوهين جيت رامي أم فوخن إندر. إلى أين يذهب رامي في عطلة نهاية الأسبوع؟ إلى وسط البلد. إن دي شتات ميتر. تمام؟ يبقى هنا السؤال فوهين. فوهين جيت رامي أم فوخن إندر. مهم جدا أعمل كده إيه تحليل للسؤال اللي قدامي. أفهمه كويس قوي. أشوف إيه المعنى بتاع السؤال؟ ايه الجملة معناها ايه؟ طيب يا ترى الحرف ده بعد ايه اكوزتيف ولا لطيف؟ طيب ايه المطلوب؟ بسأل عن اللطيف بكلمة عن الاسم المكان بكلمة ايه؟ بكلمة فو. بسأل عن الاسم المكان لو جه حرف الجر بعديه اسم في حالة اكوزاتيف بسأل بكلمة فوهين. تمام؟ طيب فوهير دي بستعملها ليه؟ لو بسأل عن بلد المنشأ بلد النشأة اقول لك فوهير كومست دو. لو الاجابة مثلا اوس دير تركاي اوس دير شيفايتس اوس ايجيبتن وهكذا. ما لو قال لي من كذا يبقى بس عن البلد النشأة يبقى استعمل فوهير.